النهارده معانا رسيفر جديد عملاق من شركه ريد وولف، والرسيفر الموجود معانا النهارده هو رسيفر هيرو دي اس 1 المميز بسيرفراته العملاقه وبالاخص بسيرفرات الاي بي تي في. فلو انت ناوي انك تشتري رسيفر جديد ومهتم جدا لسيرفرات الاي بي تي في وبالاخص المحتوى الرياضي والترفيهي، فاتمنى انك تكمل معايا الفيديو ده للاخر عشان تعرف كل مواصفات وامكانيات رسيفر هيرو دي اس 1 الجديد، وتعرف اكتر عن السيرفرات المدمجه فيه وبالاخص ان فيهم سيرفر مفتوح المده. واتمنى برضو انك ما تنساش انك تضغط لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو. ولو بتشوفني لاول مره فانا اخوك احمد، واهلا بيك في قناتك قناه احمد ابو طاقيه. واتمنى برضو انك ما تنساش انك تشترك عندي في القناه وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد من القناه. ومن غير كلام كتير بقى يا صاحبي، يلا بينا بقى مع بعض نروح نشوف ريسيفر هيرو دي اس 1 من شركه ريد وولف. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما الكل يكون بخير، ويا رب دايما انصر الامه العربيه والامه الاسلاميه في كل مكان في بقاع الارض. زي ما انت شايف كده يا صاحبي، ده كده الريسيفر بتاعنا، ريسيفر هيرو دي اس 1 الجديد. هنبدا مع بعض ان احنا نعمل انبوكسنج لكرتونه الريسيفر. زي ما انت شايف كده يا صاحبي، دي كده مكونات الكرتونه من الداخل. هنبدا نستعرض بقى كل المكونات دي حاجه حاجه مع بعض. ده كده الريسيفر بتاعنا اهو، زي ما انت شايف ده كده الريسيفر بتاعنا، وهنبدا نتكلم عنه بالتفصيل بعد ما نستعرض كل مكونات الكرتون. 3 ريموت كنترول زي ما انت شايف، واحد منهم بلوتوث والتاني متعدد، يعني تقدر تتحكم بيه في الريسيفر وفي الشاشه بتاعتك لو انت مفعل خاصيه السي اس سي، والتاني ريموت مختلف ولكن شكله حلو وبيشتغل باداء فوق الممتاز، وخاماتهم زي ما انت شايف فوق الممتازه. الادابتور اللي جاي منفصل مع الريسيفر لتغذيه الريسيفر بالطاقه، 12 فولت دي سي على 1.2 امبير، وانا مبسوط بموضوع الامبير هنا ان 1.2 عشان يحافظ على الجهاز واستقرار الجهاز اثناء ما بيكون شغال، وفي نفس الوقت الجهاز ما يسخنش معاك اهو، زي ما انت شايف فوق الممتاز وخامته فوق الممتازه. عدسه اي ار منفصله للتاثير على الريسيفر وعرض رقم القناه، ده غير برضو ان الريسيفر بتاعنا مدمج فيه عدسه اي ار داخليه ومدمج فيه شاشه رقميه لعرض رقم القناه. لو انت حبيت تحط الريسيفر ورا الشاشه تقدر توصل العدسه المنفصله دي وتشغله عادي ومفيش اي مشكله، وتقدر برضو تخلي الريسيفر قدامك من غير العدسه وتاثر على الريسيفر مباشره ومفيش برضو اي مشكله. كابل الاتش دي ام اي كابل خامته ممتازه، والكابل طوله حوالي متر تقريبا، والخامات بتاعته فوق الممتاز. كابل اتش دي ام اي محترم واداؤه هيبقى فوق الممتاز. ده كده اخر حاجه معانا، الكتالوج اللي جاي مع الريسيفر، واحنا طبعا مش هنستخدم الكتالوج، ده بيتكلمك عن الامكانيات والمواصفات الخاصه بالريسيفر، ولكن كده كده احنا هنشرحها في الفيديو فانت مش هتحتاج الكتالوج المدمج في كرتونه الريسيفر. وزي ما انت شايف كده يا صاحبي، كده احنا عملنا انبوكسنج وخلصنا كل مكونات الكرتونه مع بعض. ولو هنتكلم بقى عن التصميم الخارجي للريسيفر، زي ما انت شايف جسم الريسيفر بالكامل مصنوع من البلاستيك اللي لونه اسود، ده غير ان حجم الريسيفر حجم متوسط يميل الى الحجم الصغير. وزي ما انت شايف يا صاحبي، لو انت بصيت على خامات البلاستيك المصنوع منها الريسيفر هتحس ان الريسيفر مصنوع من المعدن ومش مصنوع من البلاستيك، ده غير ان احنا لو بصينا لواجهه الريسيفر فهنلاقي ان واجهه الريسيفر فيها جزء مصنوع من البلاستيك الشفاف اللي لونه اسود، ولو بصينا على الجزئيه اليمنى اللي موجوده في واجهه الريسيفر فهنلاقي فيها شاشه رقميه لعرض رقم القناه، ولو بصينا على الجزء الايسر هنلاقي فيه 3 زراير، واحد منهم للباور والاثنين التانيين بتستخدمهم لتغيير القنوات، ده غير ان احنا لو بصينا للجانبين الخاصين بالريسيفر وبصينا لاسفل الريسيفر فنلاقي فتحات لتهويه مكونات الريسيفر من الداخل، ولو بصينا من اعلى الريسيفر فنلاقي شعار الماركه الموجوده معانا النهارده هيرو دي اس 1 باللوجو بتاعها موجود اعلى الريسيفر. ولو هنتكلم عن مداخل ومخارج الريسيفر، فلو بصينا على مداخل ومخارج الريسيفر فنلاقي ان الريسيفر جاي باثنين تيونر، الموجود على اليمين هو للبث الرقمي الارضي وبيشتغل بتقنيه الدي في بي تي والدي في بي تي 2، واللي موجود بعده هو تيونر الريسيفر وبيشتغل بتقنيه الدي في بي اس والدي في بي اس 2. ده غير لو احنا بصينا على المداخل والمخارج فهنلاقي بعد التيونر على طول هنلاقي مدخل الايثرنت او فتحه الانترنت لتوصيل الريسيفر بالانترنت من الراوتر باستخدام كابل الايثرنت او كابل اللان. ولو بصينا بعد كده يا صاحبي على المداخل والمخارج هنلاقي مخرج صوره اتش دي ام اي داعم للدقه الفول اتش دي على تردد 60 اطار في الثانيه او 60 هرتز، ولا يدعم دقه الفور كي. هنلاقي برده في المداخل والمخارج عدد واحد فتحه اي في طبعا لتوصيل الريسيفر بالتلفزيونات القديمه من خلال وصله الاوديو وفيديو اللي هي بتبقى 3:1. وبعد كده يا صاحبي هنلاقي جنبها مدخل ار اس 232 طبعا لعمل السوفت وير للريسيفر من خلال الكمبيوتر، ولكن احنا مش هنستخدم المدخل ده، كده كده الريسيفر بتاعنا بيقدر يعمل سوفت وير من خلال فلاشه اليو اس بي، ده غير برده يا صاحبي انه بيقبل التحديث اونلاين. بعد كده هنلاقي مدخل الطاقه وبيتم تغذيه الريسيفر بالطاقه من خلال ادابتور منفصل بيجي مع الريسيفر، طبعا دي لتوصيل عدسه الاي ار
الخارجيه المنفصله اللي بتيجي مع الريسيفر. مدخل يو اس بي من النوع جين 2 موجود في جانب الريسيفر، وطبعا تقدر من خلاله تحدث السوفت وير زي ما انا قلت لك، ومن خلاله برضو تقدر توصل فلاشه يو اس بي وتسجل عليها مباشره من الريسيفر وتعرض برضو من خلال الريسيفر بتقنيه البي في ار. ده غير برضو يا صاحبي ان في فتحه صغيره قوي كده اللي هيشوفها يقول لك دي فتحه سي اس لوت او كروت اصليه، لا الريسيفر لا يدعم هذه الخاصيه، ده غير ان الفتحه اللي موجوده تحت دي هي فتحه موجوده للتبريد ليس اكثر. ده غير برضو يا صاحبي ان الريسيفر بتاعنا بيدعم الواي فاي الداخلي من خلال الموجه ال 2.4 جيجا هرتز فقط، وبيدعم البلوتوث الداخلي لتشغيل الريموت البلوتوث المدمج مع الريسيفر. ولو هنتكلم عن مواصفات وامكانيات الريسيفر الموجود معانا النهارده، ريسيفر هيرو دي اس 1 من شركه ريد وولف، فالريسيفر جاي بمعالج السام بلس ال 2517 دي، وجاي برامات 2 جيجا بايت، وجاي بذاكره داخليه 16 ميجا بايت بتكفي لتخزين 8000 قناه او محطه اذاعيه. ده غير يا صاحبي الريسيفر بتاعنا بيقبل جميع عدسات ال LNB وبيقبل جميع انواع الدايزك سويتش. ده غير انه بيدعم اكواد البث الحديث ال H264 وال H265. ده غير برضه يا صاحبي الريسيفر بتاعنا بيدعم تحديث السوفت وير اونلاين ومن خلال فلاشه اليو اس بي، وطبعا من خلال وصله الار اس 232 اللي انا اتكلمت عن مدخلها من شويه في المداخل والمخارج، ولكن احنا مش هنستخدمها، احنا كده كده هنحدث اونلاين او هنحدث من خلال اضافه السوفت وير لفلاشه اليو اس بي وتوصيلها بالريسيفر. ده غير برضه يا صاحبي ان الريسيفر بتاعنا بيدعم توصيل الانترنت باكثر من مصدر، طبعا بتوصيل كابل اللان مباشره من الراوتر للريسيفر من خلال فتحه الايثرنت، او من خلال الواي فاي المدمج في الريسيفر، او من خلال المودم 3G اللي انت بتوصله من خلال فتحه اليو اس بي. ده غير برضه يا صاحبي الريسيفر بتاعنا بيدعم الدقه الفول اتش دي ولا يدعم دقه الفور كي. ده غير برضه يا صاحبي الريسيفر بتاعنا بيدعم الترجمه الفوريه باللغه العربيه، وبيدعم برضه تطبيق اليوتيوب باللغه العربيه، ده غير امكانيه اضافه مفاتيح الاوتو رولينج زي البي اي اس اس يدويا، وبيدعم برضه خاصيه الدي ال ان اي، والخاصيه دي بتقدر تستخدمها في اكتر من حاجه. اول حاجه تقدر تعرض من خلالها شاشه التليفون بتاعك على شاشه التلفزيون من خلال الريسيفر. ده غير امكانيه استخدام هذه التقنيه الدي ال ان اي لعرض افلامك ومسلسلاتك وصورك الخاصه بيك لو عندك سيرفر منزلي متصل على الشبكه اللي متصل عليها الريسيفر الموجود معانا النهارده الهيرو دي اس 1. ده غير برضه يا صاحبي دعم البي في ار والتسجيل والعرض على فلاشه اليو اس بي المتصله بالريسيفر. يلا بينا بقى مع بعض نشغل الريسيفر على الشاشه. وزي ما انت شايف يا صاحبي احنا كده شغلنا الريسيفر بتاعنا، وزي ما انت شايف برضه في شاشه رقميه زي ما انا قلت لك في واجهه الريسيفر بتعرض رقم القناه. هنبدا ان احنا بقى نستعرض السوفت وير مع بعض ونتكلم عن كل خصائص السوفت وير، وهنتكلم برضه عن السيرفرات المدمجه بانواعها والمدد بتاعتها الموجوده في الريسيفر. زي ما انت شايف كده يا صاحبي احنا مشغلين الريسيفر مع بعض، هنبدا ان احنا نستعرض قائمه القنوات. زي ما انت شايف قائمه القنوات شكلها فوق الممتاز ومرتبه ترتيب ابجدي، ده غير انك تقدر تعمل مفضلات عادي ومفيش اي مشكله. ده غير برضه يا صاحبي لو بصيت لقائمه القنوات فتلاقي ان الريسيفر بيعرض قوه وجوده الاشاره، وبيعرض برضه معلومات عن تردد القناه، ده غير برضه زي ما انا قلت لك امكانيه الترتيب الابجدي وامكانيه البحث عن القنوات وامكانيه عمل مفضلات للقنوات. طيب هنستعرض بقى الانفو بار او صندوق المعلومات الخاص بالريسيفر، فلو دوسنا كده اوكي مع بعض على القناه هنلاقي ان صندوق المعلومات شكله حلو وفوق الممتاز، ده غير انه بيستعرض قوه وجوده الاشاره وبيستعرض اسم القناه ومعلومات عن تردد القناه. هنبدا بقى دلوقتي ان احنا ندخل على اللانشر او السوفت وير من الداخل، هندوس منيو كده مع بعض. شايف يا صاحبي اللانشر الخاص بالريسيفر شكله فوق الممتاز، يعني لو بصينا على الاعلى من اليمين هنلاقي جايب اليوم والتاريخ والساعه، ولو بصينا على اليسار هتلاقي بس تحت صوره الفيديو بتاعي هتلاقي جايب الشعار بتاعه اسمه هيرو موجود في اعلى اليسار. هنبدا ان احنا بقى نتكلم عن اعدادات الريسيفر حاجه حاجه كده مع بعض. فلو نزلنا لتحت وبصينا على اليسار هنلاقي التركيب، وكلمه التركيب دي او خانه التركيب دي خاصه بكل الحاجات اللي انت بتعملها على القمر، يعني بحث القناه بحث القمر براحتك. بعد كده يا صاحبي لو دوسنا يمين هنلاقي جينا على اعداد قناه، ومن خلاله بتحرر القنوات، بمعنى اصح تقدر ترتب القنوات، تمسح قنوات، تقدر تعمل مفضلات براحتك. بعد كده لو دوسنا يمين تاني هنلاقي الاعدادات، واللي من خلالها بتقدر تعمل كل الاعدادات الخاصه بالريسيفر وبالاخص اعدادات الصوره والصوت. بعد كده يا صاحبي لو دوسنا يمين هنلاقي كلمه الابس، وكلمه ابس دي اللي فيها كل سيرفرات الاي بي تي في الخاصه بالريسيفر، وتقدر تفتحها من قائمه الابس الموجوده قدامك دي، وتقدر تفتحها من الخارج من الايقونات اللي ظاهره قدامك برده في اللانشر الخاص بالريسيفر او بالسوفت وير الخاص بالريسيفر. بعد كده اعدادات الشبكه، ومن خلالها بتعمل اعدادات الشبكه الخاصه بالريسيفر لتوصيل الانترنت سواء واي فاي او بكابل الايثرنت او بالمودم ال 3G. بعد كده هنلاقي تحديث، واللي من خلالها بتقدر تنزل ملف قنوات، واللي من خلالها برضو بتقدر تعمل تحديث للسوفت وير الخاص بالريسيفر اونلاين. بعد كده يا
صاحبي هنلاقي معانا فلاشه، وكلمه فلاشه دي اللي هي خاصه بتقنيه البي في ار، وانك تعرض وتسجل من خلال فلاشه اليو اس بي المتصله بالريسيفر. بعد كده يا صاحبي لو طلعنا فوق هنلاقي اليوتيوب، فالريسيفر بتاعنا بيدعم اليوتيوب باللغه العربيه، وبعد كده بيدعم خاصيه الدي ال ان اي زي ما انا قلت لك، لعرض شاشه التليفون على شاشه التلفزيون من خلال الريسيفر، وبعد كده عندك تطبيق كوره واللي من خلاله بتعرف مواعيد مباريات كره القدم. طيب احنا كده يعتبر خلصنا كل الحاجات الخاصه باعدادات الريسيفر وبعض التطبيقات البسيطه الخاصه بالريسيفر. هنبدا ان احنا بقى نتكلم عن سيرفرات الاي بي تي في وسيرفرات الشيرنج، وهنبدا مع بعض يا صاحبي بسيرفرات الشيرنج. فالريسيفر جاي عليه سيرفر هيرو شير ومدته 5 سنين، وجاي عليه برضو ترجمه فوريه باللغه العربيه من سيرفر هيرو شير ومدتها 5 سنين، وجاي عليه برضو صوتيات من هيرو شير ومدتها 5 سنين. ده غير برضو يا صاحبي انه جاي عليه سيرفر شيرنج فونكس ومدته 15 شهر. وبخصوص الصوتيات، فالريسيفر برضو في الصوتيات بتقدر تعمل تاخير زمني او تايم شيفت او فيديو ديلي، تاخير للفيديو بيوصل ل 30 ثانيه عشان تزامن الصوت مع الصوره. وفي حاله انتهاء السيرفرات فانت بتقدر تشترك في اي سيرفر مدفوع زي سيرفرات السي سي كام والام جي كامد. طيب لو هنتكلم بقى مع بعض عن سيرفرات الاي بي تي في، فالريسيفر جاي عليه اكتر من سيرفر اي بي تي في. ده غير انه جاي عليه سيرفر اي بي تي في من السيرفرات غير محدد المده او مفتوح المده. فهنبدا مع بعض باول سيرفر، وهو سيرفر هيرو في اي بي اي بي تي في، ومدته غير محدده او مفتوح المده. يعني دي كده اول حاجه مميز فيها الريسيفر، ان عليه سيرفر اي بي تي في مفتوح المده. هنيجي بعد كده هنلاقي عليه سيرفر هاها اي بي تي في ومدته 60 شهر، وبعد كده سيرفر ماتريكس اي بي تي في ومدته 15 شهر، وسيرفر فاميلي اي بي تي في ومدته 15 شهر، وسيرفر ايكو اي بي تي في ومدته 15 شهر، وسيرفر اورنج اي بي تي في ومدته 15 شهر، وسيرفر سام اي بي تي في ومدته 15 شهر، وسيرفر كوبرا اي بي تي في ومدته 12 شهر، وسيرفر دوم اي بي تي في ومدته 15 شهر، وسيرفر الترا اي بي تي في ومدته 15 شهر. ده غير سيرفر اكشن مدته 15 شهر، وسيرفر كلاسيكو ومدته 15 شهر. يعني سيرفرات مدتها طويلة جدا وفوق الممتازة. طيب في حالة انتهاء مدد السيرفرات، عادي جدا تقدر تجدد اي سيرفر منهم، مفيش اي مشكلة. ده غير برضو ان الريسيفر بتاعنا بيدعم خاصية او نظام الاشتراك في السيرفرات بتقنية الاكستريم، يعني في حالة انتهاء برضو سيرفراتك تقدر تشترك في اي سيرفر اكستريم ومفيش اي مشكلة. وبعد ما استعرضنا مواصفات الريسيفر والسوفت وير الخاص بالريسيفر، طيب يا ترى الريسيفر بتاعنا ده بيتوفر بسعر قد ايه في السوق؟ الريسيفر بتاعنا في وقت تصوير الفيديو بيتوفر بسعر 1500 جنيه مصري، وتقدر تطلبه من خلالنا على رقم الواتساب اللي ظاهر الوقت قدامك على الشاشة. وبشكل عام تقييمي للريسيفر، هو ريسيفر ممتاز بأداء ممتاز وسيرفرات أكتر من عملاقة، وأرشحه لكل الناس اللي نفسها يبقى عندها ريسيفر يحتوي على البث الرقمي الأرضي والبث الفضائي، ويحتوي أيضا على سيرفرات اي بي تي في فوق الممتازة، منهم سيرفر مفتوح المدة. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.